السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم وأجورنا وأحسن الله الأجر والثواب لشهدائنا الأبرار الذين يعبدون الطريق دائما، وكلما سد الطريق كانت الدماء فاتحا ومعبدا لهذا الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع على إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. بعد صمود اسطوري تجاوز السنوات الست، وبعد أن تبين لكل المراقبين ولكل الفاعلين من أجل إخماد هذه الثورة وهذا الحراك وهذه الانطلاقة الكبيرة أنه لا أمل في إخمادها ولا إمكانية للتراجع فيها، لا في البحرين الثائرة ولا في القطيف الجريحة ولا سيما في العوامية الصامدة التي تواجه ومنذ 15 يوما أعتى آلات الحرب والجاهلية والعنجهية والقبلية من أجل إخضاعها وإسكاتها، ولا تزال صامدة. يحدثنا التاريخ أن طاغية كبيرا عظيما مغرورا كان يعتبر نفسه إلها ويأمر الناس بأن يعبدوه، مغرور في حياته أكثر غرورا من طغاة آل خليفة وأكثر غرورا من طغاة آل سعود هو فرعون. بعد تجربة السحرة التي انتصر فيها موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، على سحرة فرعون فآمن السحرة وأذعنوا لموسى، هذه الحادثة أعطت وهجا كبيرا لرسالة السماء لموسى عليه أفضل الصلاة والسلام. وبدأ المستضعفون من بني إسرائيل بالبحث في هذه الرسالة والإيمان بها واتباع موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فخشي فرعون أن دولته سوف تنهار وحكمه يتقوض، فابتكر هذه اللعبة الخبيثة، فجاء إلى قومه اجتمع بهم تنازل بين لهم أنه متواضع معهم، وأخذ يستشيرهم وأخذ يتودد إليهم: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وكأنما هو حاسم مسألة الألوهية، فقط ينتظر منهم تصديق والتسليم. ثم يلتفت إلى هامان: يا هامان فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. يريد أن يشكك هؤلاء الناس في عقائدهم، يريد أن يثبت لهم. اتخذ مجموعة من الخطوات السريعة التي يستطيع الانتصار بها على بني إسرائيل. أولا جلس معهم، ثم من جديد بدأ يشككهم
في معتقداتهم. يا هامان ابن لي صرح، شيء عجيب، الجبال موجودة والأبنية الشاهقة موجودة، شنو الحاجة إلى صرح جديد يبنيه علشان يصعد عليه ويطلع إلى إله موسى؟ راح يكون أصعب أكبر من الجبال موجودة؟ ما راح يكون، راح يكون أرفع من الأبنية الموجودة ربما. لكن ماذا يريد فرعون أن يصل إليه من الأرض؟ عندما يطلع إلى السماء سيشاهد ما يشاهده عندما يكون على ذلك الصرح. لكن كان يريد يسوي شيء عجيب، يشغل الناس عن الهزيمة التي عاشها فرعون وجنوده، وانتصر فيها نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، فيشغلهم عن هذا الأمر بأنه صرح كبير، الناس تجي تتفرج عليه، الناس تجي تركب عليه، سوى إلى أيضا دائرة تصاعدية يستطيعون الناس أيضا حتى بالخيول والمواشي يصعدون